لقد تلقيت مسألة الدواء الحسابية هذه من طالب التمريض، وأعتقد أنه من الضروري أن يكون طلاب التمريض قادرين على القيام بهذا في حالة كنت أنا المريض الذي يتلقى الدواء. لذا دعونا نحلها، وأعتقد أن مسألة تحويل الوحدة هذه مثيرة للاهتمام لأي شخص يريد ممارسة تحويل الوحدة. إذا السؤال هو أن لدينا طبيب، طلب هذا الطبيب دواء إكس، وهذه هي الجرعة التي يطلبها الأطباء، يقولون 5 ميلي جرام لكل رطل من وزن المريض، 5 ميلي جرام لكل رطل، ورطل يعادل باوند، لكل رطل أي لكل باوند. سوف أكتب لكل رطل من وزن المريض، وهذا كل 12 ساعة، كل 12 ساعة هذا ما يفترض أن نفعله. لكن إعطاؤنا للدواء إنه ليس مجرد ميليغرامات، بل إنه علاج. يوجد مقدار معين ميليغرامات لكل مليلتر لدينا من العلاج، يتم حلها بالماء. إذن هذا هو تجهيزنا للدواء إكس. لدينا 0.9، سأكتب 0 في الأمام، وفي حقل الطب أنه من الضروري أن نكتب 0 أمام الفاصلة العشرية. لدينا 0.9 جرام لكل مليلتر من العلاج. فإذا أردت أن أخذ 1 مليلتر وأعطيها لأحد ما، فإنني في الحقيقة أعطيه 0.9 جرام من هذا الدواء. والمعلومة الأخيرة التي أعطيت لنا هي أن وزن المريض، وربما يجب أن نقول كتلته، وزن المريض أو كتلة المريض، لأن الكيلوغرام تعبر عن الكتلة، ولكن وزن المريض هو 72.7 كيلوغرام. إذن يوجد مجموعة من الأشياء هنا، علينا أن نجد الجرعة بوحدة المليلتر، وعلينا أن في الواقع السؤال هو كم مليلتر من الدواء علينا أن نعطي المريض في كل جرعة. إذن مليلتر من الدواء لكل جرعة. هذا هو السؤال، ويوجد مجموعة من الأشياء علينا أن ننتقل من المليغرام إلى الجرام، ومن ثم نحول ذلك إلى المليلتر. ثم قيل لنا لكل رطل أن وزن المريض أو كتلته بوحدة الكيلوغرام. إذن علينا أن نجري بعض التحويلات هنا، وبلا شك يمكنني أن أقدر كيف يمكن لهذا أن يكون شاقا وربما مربكا. لذا دعونا نحلها خطوة بخطوة. إذن أول شيء مثير للاهتمام، وهذا شيء ربما أنتم بحاجة لأن تعرفوه، إن تكتبوه على ورقة أو ربما أن لديكم آلة حاسبة تقوم بهذا، هو كيفية تحويل الكيلوغرام إلى رطل. ومن الجيد أن تعرفوا بشكل عام إذا كنتم تحولون بين النظامين المتري والإنجليزي. إذن 1 كيلوغرام يساوي تقريبا 2.2 رطل أو باوند، ليس بالضبط لكن هذا تقريب جيد. والرطل الواحد إذا وضعتم 1 فوق ذلك، رطل واحد تقريبا يساوي 0.45 كيلوغرام. سنضع هذا في صندوق. إذن هذا نوع وحيد من معلومات التحويل الخارجي التي سنحتاجها في حل هذه المسألة. كل شيء آخر سنحتاج آلة حاسبة له إذا لم نرغب في قضاء وقت طويل في الحساب. إذن أول شيء دعونا نجد جرعة الدواء لكل كيلوغرام، هذا لكل رطل، وفي الحقيقة نحن لسنا بحاجة لنعرف كل 12 ساعة لأنه قيل لنا كل مليلتر من الدواء نضع في كل جرعة، والجرعة تكون في كل 12 ساعة. إذن كما تعلمون أن كل 12 ساعة عبارة عن معلومة إضافية، إذن نريد أن نجد 5 ميلي جرام هذه لكل رطل، كيف نحول ذلك إلى ميلي جرام لكل كيلوغرام؟ إذا دعونا نضع 5، سأكتب هذا باللون الأرجواني.
5 ميلي جرام لكل رطل، ومن ثم سنحول هذا لكل كيلو جرام. إذا يمكننا أن نضرب هذا بعدد الأرطال لكل كيلو جرام، سأكتبه باللون الأصفر ضرب هذه المعلومة الموجودة في الأعلى، أي ضرب 2.2 رطل لكل كيلو جرام. وإذا شعرت بالإرباك تعلم كيف عرفت أنك ستضرب ب2.2 بدلا من أن تقسم على 2.2، وهذا يعادل الضرب ب0.45%. يمكنك أن تعير الوحدات اهتماما كبيرا. لاحظوا، لقد كتبت 2.2 رطل لكل كيلوغرام، 2.2 رطل لكل 1 كيلوغرام. وكما تعلمون فإن هذا سينجح، لأن لدينا رطل في البسط ولدينا رطل في المقام، وهذا ما يسمى بتحديد للأبعاد. إذا شعرتم بالإرباك من هذه الأشياء، وأعتقد أنه عندما تحصلون على ممارسة كافية ستجدون أن ذلك ليس صعبا، بل علينا فقط أن نتأكد من حذف الأبعاد، رطل في البسط ورطل في المقام. إذا دعونا نفعل ذلك. الرطل في البسط والرطل في المقام يتم حذفهما، ونضرب 5 ضرب 2.2. هذا يساوي، دعونا نرى، هذا يساوي 5 ضرب 2 يساوي 10، وخمسة ضرب 0.2 يساوي 1، إذن هذا يساوي 11. ثم لدينا ميليغرام في البسط، إذن 11 ميليغرام لكل كيلوغرام. إذن لقد قمنا بتحويل معلومة الجرعة إلى نظام مترين خام. كان ذلك خليطا بين النظام المتري والنظام الإنجليزي سابقا، والآن دعونا نرى إذا بإمكاننا نحصل عليه بدلالة كم مليلتر علينا أن نحضر لكل رطل. إذا مرة أخرى نريد هذا، حسنا، في الواقع دعونا ننتقل إلى الجرام أولا، لأن لدينا ميليغرام، لدينا جرام هنا، لذا دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نحول هذا الشيء إلى جرام، وكما فعلنا سابقا نريد الحصول على ميليغرام في المقام. سأفعل هذا باللون البرتقالي، نريد الحصول على ميليغرام في المقام وميليغرام في البسط. لما قلت ذلك؟ لأنني أريد أن أحذف هذا وهذا، وأريد أن أحصل على جرام في البسط. إذن كم جرام يوجد في كل ميليغرام؟ يمكنك أن تفكر في هذا، يوجد جرام واحد لكل 1000 ميليغرام، أو 1000 ميليغرام لكل جرام، وتقوم بضربه. إذن يتم حذف ميليغرام مع ميليغرام، ومن ثم نحصل على هذا يساوي 11 على 1000 جرام لكل كيلوغرام. إذن لدينا الآن كل شيء بوحدة الجرام، لكننا نريده بوحدة المليلتر. السؤال هو كم مليلتر من الدواء لكل جرعة؟ دعوني أنزل للأسفل هنا على هذا الخط. لقد حصلنا على هذه النتيجة، لدينا 11 على 1000. لا أريد أن أقسم الآن جرام لكل كيلو جرام، إن هذا عبارة عن أننا نعيد معلومة الجرعة هذه لكن بوحدات مختلفة. ودعونا نرى كم جرعة نريد لكل كيلو جرام. إذن سوف أحذف الجرام من هنا وأحصل على مليلتر هنا، وحتى يتم حذف الجرام يجب أن أحصل على جرام في المقام ومليلتر في البسط. إذن في الجرعة الواحدة كم جرام يوجد لكل مليلتر؟ حسناً، لقد قيل لنا أنه يوجد 0.9 جرام لكل مليلتر، أو لكل 1 مليلتر يوجد 0.9 جرام. لاحظوا، لقد أخذت مقلوب ذلك، لأننا نريد المليلتر في البسط والجرام في المقام، وبذلك يتم حذف هؤلاء. والآن دعونا نقوم بعملية ضرب هذه. إذن يتم حذف الجرام، لدينا مليلتر لكل كيلوغرام، مليلتر لكل كيلوغرام،
ومن ثم نضرب 11 على 1000 ضرب 1 على 0.9. دعوني أكتب بهذا الشكل، هذا يصبح 11 على 1000 ضرب 0.9 مليلتر من الدواء لكل كيلوغرام. لقد حصلنا على هذا مسبقا، هذا لكل كيلوغرام من وزن المريض. ثم أخيرا سؤالنا، كم كيلوغرام يزن المريض؟ إذا دعونا نجري آخر عملية ضرب، ومن ثم نتمكن من استخراج الآلة الحاسبة ونجري كل الحسابات دفعة واحدة. دعونا نضرب هذا بي، نريد أن نعرف كم مليلتر لكل مريض. نريد أن نحذف الكيلوغرام، إذا نريد كيلوغرام لكل مريض. نحن نتحدث الآن عن هذا المريض بالذات، ليس كل مريض سيكون له نفس عدد الكيلوغرامات، لكن إذا فعلنا ذلك ستحذف الكيلوغرام وتبقى لدينا مليلتر لكل مريض، وهو ما نريده بالضبط. نريد مليلتر من الدواء في كل جرعة لكل مريض، لكن كل شيء قد افترضناه أصبح لكل جرعة. إذا كم كيلوغرام يزن المريض؟ حسنا، يوجد 72.7 بالعشرة كيلوغرام لكل مريض، هذا ما يزنه المريض. إذا نجري عملية الضرب الأخيرة هذه وننتهي. إذا الإجابة، وكما أن هذان الشيئان سيتم حذفهما، إذا الإجابة النهائية ستكون 11 ضرب 72.7 بالعشرة تقسيم 1000 ضرب 0.9 بالعشرة، ومن السهل إيجاد حاصل ضربهما، هذا يساوي 900 تقسيم 900 مليلتر لكل مريض، أو يمكننا أن نقول مليلتر لكل جرعة، كيفما تشاء، لكل جرعة لكل مريض. دعونا نستخرج الآلة الحاسبة ونقوم بهذا. إذا لدينا 11 ضرب 72.7 بالعشرة يساوي تقريبا 799، وهذا تقسيم 900. إذا حسنا، يمكننا أن نقرب هذا العدد، هذا يساوي 0.889. إذا هذا يساوي، سأكتبه بلون جميل، هذا يساوي 0.889 بالألف مليلتر من الدواء لكل جرعة. إذا هذا هو ما سنعطيه كل 12 ساعة. إذا سؤالنا، كم إجمالي المليلترات لمدة علاج تستمر ليومان؟ علينا أن نقول يوجد 24 ساعة وسنضربها بأربعة، لكن 12 ساعة تلك كانت معلومة إضافية، لكن على أي حال أتمنى أن هذا العرض كان مفيدا، وسوف أضمن من أن أي ممرضة في المستقبل ستعطيني الجرعة صحيحة، وأتمنى أن الطبيب كذلك سيحصل على جرعة الدواء صحيحة لكي يبدأ به، وإلا سيكون كل شيء بلا فائدة.